وحشتني قوي يا عصفور. وانت كمان قوي يا بت. قول لي يا اخويا عاملين فيك ايه هنا؟ الحاره كلها قلقانه عليه. انا كويس ما تقلقيش، بس اوعي تجيبي سيره لحد انك شفتيني هنا يا بت. ما تخافش يا اخويا عيب. بقول لك ايه؟ بيرم ما جالكيش ولا سال عليكي. جه المنيل على عينه قطعه واخد اللي فيه النصيب واتكرش من الحار. ده طلع واطي قوي يا بت، بس انت طلعت ب 100 راجل. انت راجلي برضك يا عصفور. وحشتيني يا بت. ايه يا توهية؟ انتوا مش قاعدين في كازينو يا حبيبي، هتقعدوا انتوا الاثنين بقعده وتخليكوا قاعدين، هتقلوا ادبكم انتوا الاثنين بره. يا باشا بقى حرام عليك، ده انتوا خدتوا لي الدخله يا باشا. يا باشا ما سيبنا نفك شويه يا باشا، خمسه بالحب يعني مش هيجرى حاجه. انت مجنون يا ده؟ عايزني اقعد لك ورمي ولا ايه؟ العفو يا باشا مش القصد، بس يعني سعادتك ممكن تعمل عبيط عشان اخوك الصغير عصفور. بقول ايه يا باشا؟ ما تاخد حضرتك سجاره كده وفي استكانه الشاي بتاعك وتطلع تشربها بره في الهواء، سيبنا بس نعيش اللحظه. مثلا ماشي، انا هروح الحمام واجع على طول. ها؟ ومش عايزكم تتشاو قوي، انا منقي الاوضه دي بالذات عشان كلها كاميرات، البوابين قاعدين بيتفرجوا عليكم. شفاكم الله وعافاكم يا باشا. ميرسي يا حبيبي. يلا يا بت نمتع البوابين. وحشتني قوي يا عصفور. وانت كمان قوي يا بت. بقول لك يا نتاشا، انا كنت عايزك في موضوع مهم كده. اؤمر. انا كلفت بمهمه قوميه قد اعود بعدها وقد لا اعود. ما تقعدش فين يا عصفور؟ المسادة الإسرائيلية. المسادة الإسرائيلية دي عصفور؟ المسادة الإسرائيلية جهلة، ده جهاز عندهم هناك زي جهاز الأمن المركزي عندنا هنا، اخترع بطل خارق. البطل الخارق ده زي بالظبط، بس زودوا عليه خاصية الاختفاء. مش فاهم. خاصية كده يعني إن احنا ممكن نبقى قاعدين وهو معانا في نفس ذات المكان واحنا مش شايفينه، وانا مكلف بالقبض عليه. المهم واللي اهم من كده ان انا عايزك وانت قاعده في البيت يا اختي تبقي تقلي، وانت داخله تستحمي، ده اذا يعني فكرتي تستحمي بيخش يستحمي بهدومك يا اختي، ما تضمنيش الظروف، جايز يبقى واقف لك على الكبانيه او على الحوض بيتفرج عليك يا نتاشا. يا اخويا وماله، ما استحماش خالص لحد ما تقبضوا عليه. جدع يا بت، الاهم من ده كله لو جرالي حاجه، اذا جرالي حاجه يعني عايزك تبقي سايحي في قلب الحاره ان عصفور مات بطل وما كانش هافق، وان عصفور كان هو الرجل العناب واستشهد من اجل مصر. استشهد من اجل ايه؟ من اجل مصر يا اخويا. من اجل ايه يا نتاشا؟ من اجل مصر يا عصفور. وحشتيني قوي يا بت. انت كمان يا عصفور. يلا بقى قومي ارسعيني بوسه قذره من بتوع الافلام. يا باشا ايه الفصلان ده يا باشا؟ لا مؤاخذة يا عصفور، كنت لاقفل السوستة. شفاكم الله. القط بسبع ارواح. استبعاد صريح الفيل من سباق الرئاسة. سؤالك صريح، سؤالك فيه، السؤال اللي انت هتشوفه صريح. صريح بيه؟ صريح بيه؟ موظفين الجورنال والقناه عاملين اعتصام بره علشان ما قبضوش فلوسهم. انا هجيب لهم منين؟ هجيب لهم منين؟ ما كل الشركات سحبت الاعلانات بتاعتها من عندي،
بعد الفضيحة والمهزلة اللي حصلت للزفت اللي اسمه العنابي ده. أنا خلاص القضايا بقت نازلة على دماغي زي البطل. دول هيكسروا القناة، هنتصرف ازاي يا ريس؟ ريس ايه بقى؟ خلاص كان حلم جميل وصحيت منه فيك. حلم جميل وصحيت منه فيك. بابا بابا تعال يا حبيبي. ايوه يا حبيبي. انت رايح تقبض على الجاسوس؟ ايوه يا حبيبي رايح اقبض على الجاسوس، بس احنا قلنا ان ده سر. لا انا قلت لادهم. طب قول له ما يقولش لحد. لو قال الشريفة. طب قول له يقول لها ما تقولش لحد. حاضر يا بابا. نظام يا حبيبي، انا عايزك تعرف ان انت من النهارده راجل البيت، عايزك تاخد بالك من ماما كويس، وعايزك تعرف ان انا لو ما رجعتش ابوك عاش بطل ومات بعد الشر عليه بطل. نظام يا حبيبي، الظرف ده ما تفتحوش غير لو مت. انا نسيت الشاحن. تيسير بيه تيسير بيه، وانت راح تقبض على الجاسوس؟ تعال يا عم عبدو. عم عبدو انا لما حكيت لك على موضوع الجاسوس ده حكيت لك عشان بثق فيك انك مش هتسيح. ما تخلينيش في يوم من الايام اندم على الثقه اللي اديتها لك انت او سعيد الطباخ او مرزوق الجنايني. سرك في بيه يا بيه، وتيجي لنا بالسلامه. ادعي لنا يا عم عبده. تروح وتيجي بالسلامه يا بيه. ربنا يسعدك. مصر امانه في رقبتك. انا عارف طبعا. يلا دي المره دي شليون و500 جمعكم النهارده لاجل الصلح، كفاياكم دم وطار. قلت ايه؟ ان تشرب يا كبير. وانت قلت ايه؟ الشرب يا كبير. مش بس كده، كل واحد فيكم ياخد كفنه ويقدمه لاخوه دلوقتي. فوق ده العيلتين لازم يتجوزوا من بعضهم لاجل ما يبقوا عيله واحده. قلت ايه يا حسنين؟ الله ينور عليك يا كبير. وانت قلت ايه يا محمدين؟ الشرب يا كبير. الحمد لله على السلامة يا عصفور. الله يسلمك يا تطير باشا. يلا نبدأ الخطة. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 3. سلام عليكم. وعليكم السلام. أنا مين يا علي؟ أنت دراب العمدة. وأنت مين يا علي؟ أنا شيخ الغافر. برافو عصفور، نجحنا في الجزء الأول من الخطة. يلا على الجزء الثاني. السلام عليكم. وعليكم السلام. امور كنا بنسال عن دور عيله المطير. كلهم مات. ايش انت؟ طب المعكوك ايش انت؟ طب المنفلاطي ايش انت؟ البنهاوي ايش انت؟ العنتبلي ايش انت؟ حلاوه ايش انت؟ السعدي ايش انت؟ البغ ايش انت؟ الدحش ايش انت؟ البدراوي ايش انت؟ طب الرفاص اخر الطريق على مين؟